السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الله يسترك. أنا يا شيخ حلمت حلم يعني غريب شوية، إن أنا حلمت إن طب الأرض قولي رأيت بتتفتح كده. خيرا يا لبنى، قبل نعم أن تقصين هذا الحلم قولي رأيت خيرا. رأيت خيرا إن شاء الله، يعني قصي. تمام اتفضلي. سمع يعني رأيت في الحلم إن الأرض بتتفتح، وإني لقيت إن واحدة في ورايا كده بتشدني، إن أنا ما يعني ما أقفش على المكان اللي بيتفتح ده، فبتاخدني بفكري وأنا بقولها في الحلم صورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. طب انت نزلت جوه الارض ولا لا؟ لا أنا ما نزلتش، أنا كل ما الأرض بتتفتح أنا بجري لمكان بعيد، يا بتاخدني حد كده بياخدني لمكان بعيد قبل ما المكان دي يتفتح. انت لسه ما تزوجتيش يا لبنى؟ لا أنا متزوجة وعندي 3 أطفال، تمام ثلاث تمام صبيان. تمام تمام اجيبك ان شاء الله. اي سؤال اخر؟ طيب الاستاذة لبنى تقول يعني انها رأت الارض وهي تفتح وهي تهرب منها، لو نزلت في الارض لكانت الوفاة، لانه اذا بلعت الارض الرجل او المرأة في حلم هذا دليل على ان عمره قد انتهى، فانك تصارعين، فدائما وابدا يعني جرت العادة، من احب شيء عاش عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فاكثري من الاستغفار ومن الصلاة على النبي ومن التسبيح والتهليل والتكبير، ولا تتركي صلة الأرحام فإنها سبب في طول العمر كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.